هاي، مين قال إنه نطرة بالصف مزعجة وما إلى حل؟ الوقوف بالصف بانتظار الحصول على خدمة معينة، يمكن بالسوبر ماركت، سينما، البنك أو أي مكان تاني، هو شغلة ضرورية لتنظيم الخدمة بشكل عادل بين الناس عن طريق خدمة الشخص يلي بيوصل أولاً. مؤخراً صارت مؤسسات تعتمد أساليب عديدة لتخفيف النطرة عند الناس، ومنها تسريع الخدمة، وضع بروشورز وبوسترز بمكان الانتظار، وضع أمكنة لجلوس بقاعة الانتظار، واستعمال مبدأ الأرقام. ومؤخراً اعتمدت البنوك طريقة فصل الخدمات عن بعضها لتأمين خدمة أسرع وأفضل وتقليل وقت الانتظار. أما إذا كنتوا بتعانوا من مشكلة كبيرة مع النطرة بالصف، اسمعوا منيح. رو كتاب أو بروشور، جربوا تعملوا إشياء خاصة بالشغل، مثلاً اتصال أو حتى تبعتوا إيميل. جربوا كمان تتواصلوا مع الأشخاص الموجودين معكم بالصف، وبهالطريقة الوقت بيصير بيمرق بشكل أسرع. مين قال إنه ضروري تنطروا بالصف كتعبير عن انضباطنا وتحضرنا؟ أنا قلت لكم بكرة.